وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل كريم أسر يقول: أحد الزملاء قادم من ألمانيا، يريد العمرة، وخطوط الطيران التي سيقدم عليها لا تخبره بمحاذاة الميقات، فماذا يصنع؟ هل ينوي من حين دخوله أجواء المملكة أم ماذا يصنع؟ لا طبعا، ينوي حينما يمر على الميقات، فيذهب لكابتن الطائرة أو يذهب إلى المضيف ويخبره، يقول له: إذا مررنا على مدينة الجحفة، على مدينة الجحفة التي هي الآن رابغ، وهي موجودة عنده، هي موجودة عنده عند كابتن الطائرة، قل له: أخبرني. قل له: لما نأتي نقترب من مدينة رابغ السعودية أخبرني. فقط، فمتى يخبره بذلك أو يقول له: مثلا بعد 20 دقيقة سنصل إلى مدينة رابغ، فهو يضبط ساعته على ذلك ويحرم من هناك ويحرم من الميقات، وسيتعاونون معه إن شاء الله. طيب، هب أنهم لم يتعاونوا، فماذا يفعل؟ لما ينزل إلى المطار يأخذ سيارة ويذهب بها إلى رابغ ويحرم من هناك ويأتي إلى العمرة، ونسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة، ونسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة. أما إحرامه من دخوله الأجواء، لا، غير صحيح، إنما يحرم من الميقات، كما في حديث ابن عباس في المواقيت: في الصحيحين هن لنهن ولمن أتى عليهن. اللهم ارحم ابي واخي وعمي وجميع المسلمين، على طاعتك احفظ ورزقني برعاية رب العالمين. تم تحرر صوتيا في يوم الخميس الاثنين خلايا من جماد الاولى لعام 45 و400 الف هجري صعدنا عليه الصلاه والسلام.